فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر ولو كان مستهزئا، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه، لكن على سبيل السخرية والهزء، فلذلك كان كافرا، بخلاف الإنسان الذي لم يقصد فإنه لا يعتبر قوله شيئا، وهذا من رحمة الله عز وجل. والله موفق.